اوكي طلاب، خلينا ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مربع الحوار الثاني اللي هو المسج بوكس. المسج بوكس اللي هو راح يكون الصيغة مالته بهذا الشكل. فالمسج بوكس راح يكون مثل ما شرت، راح يكون عندنا بهذا الشكل. نفس القضية، الاسم مالته شنو؟ اسمه MSG بوكس، يعني مسج بوكس. برومبت، الرسالة التوضيحية. شنو تريد تظهر هنا؟ هذه برومبت، الرسالة اللي توفر الرسالة الظاهرة في الصندوق. يعني شنو تريد توفر في الصندوق؟ طبعا هو الشكل مالته راح يكون هذا. يعني المسج بوكس يختلف انه تكون هذا الرسالة التوضيحية. يعني على سبيل المثال، اذا تضغط على فد زر معين، علامة الخروج او ما شابه، يقول لك يس متأكد، شورت اكزت، هل انت متأكد من الخروج؟ يس، نعم، نو، لا، كنسل، الغاء. وعندنا هذا الاسم او الشريط مالته اللي هو الديفولت نيم، فهذا اللي موجود عندنا. تلاحظ وياي برومبت، تمثل الرسالة الظاهرة في الصندوق اللي هي وين الرسالة؟ هذا الرسالة اللي هي برومبت. وعندنا شنو التايتل اللي هو عنوان الصندوق، اللي هو عنوان الصندوق اللي هو ايضا قلنا هذا اللي هو من هو هذا الاكزت. وعندنا شنو هيلفول وكونتكست اللي هم هذولي. تلاحظ الترتيب، وراح يكون عندي شنو اللي هو تستخدم مع ملفات المساعده. اذا هذا هو اللي عندي موجود. وين اللي موجود عندي؟ في موجود عندي بال ام اس بوكس، اللي موجود عندنا بالام اس بوكس. فتلاحظ وياي، فاذا اريد نستخدمه راح يكون عندنا الصيغه مالته هو يكون عندنا بهذا الشكل. يعني تلاحظ وياي، خلي نفس المشروع السابق، خلي هنا نقول نكتب ار تساوي هو الام اس بوكس، نفتح او برومبت. هسه يقول لك دخل الرساله التوضيحيه. شو نقول؟ نقول شورت اكزت، هل انت متاكد من الخروج؟ اوكي، شورت اكزت. بعدين هسه راح يكون عندي في بي، هذا الرساله التوضيحيه اللي اشرنا لها. كويشن، طبعا هذه موجوده تلاحظ عندك ديفولت في بي كويشن، زائد بعد شنو عندي؟ المفاتيح اللي تريد تخليها وياه، في بي يس او فرضا ابورت. طبعا هو هنا راح تلاحظ انا بخلي يس اور نو، احنا راح نخلي ابورت ترايل او ريتراي اغنور. وراح يكون عندي زائد شنو هو الديفولت، تلاحظ ويا زائد ديفولت بوتم اللي هو شنو راح يكون عندي؟ زائد ديفولت في بي، عفوا ديفولت، راح يكون عندنا الديفولت مفتاح 1 او 2 او 3 او 4. خلينا نقول مفتاح 2، والإشارة الأخيرة هو شنو راح يكون عندي؟ exit. إذا هسه لو نضغط انت هذه، تلاحظوا وياي هذا اللي قبله سويناه، المشروع اللي قبله، فرضا نكتب 6 انتر. طبعا هذا لاحظ وياي هذه الرسالة التوضيحية. ضوء انا وياي، ضوء انا وياي هذه الرسالة التوضيحية اللي ظهرت عندي. احنا هو شنو عنده بالرساله التوضيحيه؟ هذه شورت اكزت، هذه هو عنده شورت اكزت. وعنا وياي هو يس، احنا ابورت، هو نو، احنا ريتراي، وهو كانسل، وهنا شنو اجنور، اهمال. نفس القضيه، هذا وين نختلف عندك؟ هذا يختلف في البي بي كويشن، احنا راح يكون عندنا الاختلاف. تلاحظ وياي هو الاختلاف شنو صار عنده؟ هو الاختلاف شنو؟ VB yes no cancel yes no cancel. احنا شنو عندنا؟ احنا عندنا نقول ignore سده. احنا شنو عندنا؟ لاحظوا احنا عندنا VB، انا اكبر هذه هيك حتى تكون واضحه. احنا عندنا VB abort retry ignore، هذه طبعا موجوده كم اس ام اس بوكس. تلاحظوا طبعا هذه هي الرسائل التوضيحيه كلها هنا موجوده مكتوبه عندك هنا.
تلاحظ وياي هذه كلها مشاعر هنا. فإذا نقول VB OK cancel راح يظهر المفتاح OK و cancel. إذا نقول VB abort retry ignore مثل ما الرسالة اللي ظهرت عندنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي abort retry ignore. إذا VB yes no cancel راح يصير عندي yes no cancel. يعني هذا اللي راح نخليه هنا، هذه اللي راح نخليها مكان هذه. يعني نخلي VB yes no cancel راح تظهر yes no cancel، أو نخلي VB yes no راح يظهر عندنا فقط VB yes no. يعني هسه نغير هذه، إذا نغير هذه فرضا عبارة، يعني هسه هذه لاحظوا وياي، خلي نغيره، خلينا ننسخ هذه، خلينا نقول أو خلينا نكتب نسوي واحد ثاني، خلينا نقول K تساوي MS box تحت قوس K تساوي MSG box. راح يصير عندنا MSG box. هسه الرسالة التوضيحية اللي تريد فرضا خلينا نقول sure to exit. فهسه VB question VB question بعدين شنو راح يصير عندي؟ زائد VB yes no. فشنو راح يصير عندي؟ فقط VB yes no زائد شنو؟ VB default خلينا نقول bottom 2. وشنو راح يصير عندي؟ على سبيل المثال راح يكون عندي exit. اوكي اذا هسه هذه لاحظوا يا هذا المربع الحوار القديم هذا اللي سويناه بال الجزء الأول، خلينا فرضاً نقول أوكي. هذا الثاني تلاحظ وياي من شنو صار عندي المفتاح؟ من صار عندي المفتاح تلاحظ وياي من صار عندي المفتاح VB، من صار عندي المفتاح هاي بالحالة الثانية VB retry abort retry ignore شنو ظهر عندي؟ تلاحظ وياي هنا ظهر عندي abort retry ignore. هذه خلينا نقول ignore. راح تطلع عندي الثالثة اللي حلنا فقط VB yes no اللي هي هذه VB yes no، فيظهر عندي شنو؟ يظهر عندي فقط yes or no yes or no. فهذه راح تجيك يعني بالامتحان، يعني إذا قلت لك أريد أحصل على مربع حوار يحتوي على yes or no فأنت راح تقولي لي نقول راح نخلي VB yes no. فرضا أعطيك مجموعة خيارات أو أعطيك فرضا فراغات، فراح يكون عندنا جدا مهم في محاضرة اليوم راح أدز لك إياها هي كبي دي اف بالإضافة إلى المشروع هذا اللي موجود عندنا. فأي سؤال أي استفسار بهذا الخصوص دز لي.